السلام عليكم. شهدت بعض الأحزاب المعارضة في الآونة الأخيرة انسحابات متكررة، ما أدى إلى عرقلة المسار السياسي لهذه الانتخابات لهذه الأحزاب. كما أكدت مصادر خاصة من داخل حزب التكتل لتلفزيون الساحل انسحابات بعض أعضاء الحزب، وقالت المصادر إن الأعضاء المذكورين أبلغ أحدهم الحزب بالاستقالة بشكل مكتوب، بينما كانت استقالة الآخر شفهية. وكانت مواقع إلكترونية قد تداولت أمس خبراً يفيد باستقالات بالجملة من حزب التكتل، من بينهم أعضاء بالمكتب التنفيذي الذي شهد استقالة نائب الحزب محمد محمود ولمات قبل أيام في رسالة وجهها لرئيس الحزب أحمد ولداداء. وفي تعليقه على هذه الانسحابات قال القيادي في حزب تكتل القوى الديمقراطية المختار والزين الذي كان ضيفا في نشرة سابقة لساحل، قال إن حزب التكتل تعود الانسحابات حيث شكل المنسحبون منه في السابق عماد قيادات بقية أحزاب المعارضة. هذا وكان حزب التكتل من بين أبرز الأحزاب التي خاضت استحقاقات انتخابية بقوة منذ اعتماد النهج الديمقراطي في البلاد، ما جعله يتربع على زعامة المعارضة ردحاً من الزمن قبل أن يعرف تراجعاً ملحوظاً بدا بمقاطعته للانتخابات مروراً بعامل السن الذي منع رئيسه من الترشح، وانتهاءً بانسحاب الشخصية الثانية من قبل أيام. نتابع تقرير أحمدنا سيد أحمد ثم نعود إلى الموضوع. استقالات بالجملة من حزب تكتل القوى الديمقراطية، هذا ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية، بينما أكدت مصادر خاصة من داخل الحزب للساحل تي في خبر الانسحابات دون التسليم بكل التفاصيل التي نشرت عن الخبر. إن صحت الأخبار المتداولة بما فيها انسحاب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، فإن حزب التكتل يعيش بحق حالة استنزاف غير مسبوقة تبعت تلك الاستقالة غير المتوقعة لنائب الرئيس محمد محمود اللمات مؤسس الحزب وأول رئيس له منذ عقدين من الزمن. الحزب الذي سبق له أن تربع على عرش زعامة المعارضة الديمقراطية ردحا من الزمن، وعاد رئيسه الحالي أحمد ولداداة شوطا ثانيا في رئاسيات 2007 مع الرئيس الأسبق سيدي ولي الشيخ عبد الله، ومثل منافسة قوية في أول انتخابات تشهدها البلاد مع دخول المسلسل الديمقراطي، أصبح اليوم مجرد داعم لأحد المرشحين دون أن يكون بإمكانه ضمانة أصوات حزبه للطرف الذي أعلن دعمه. فاستقالة نائب الرئيس حتى لا نقول انشقاقه مثل ضربة قوية للحزب الذي تلقى ضربة سابقا من دستور 2006 حين حدد له سن الترشح، فمنع زعيمه من النزول إلى حلبة التنافس مجددا، وأربك خياراته التي ضاقت عليه عندما أخفق في إعلان مرشح يمثله ويمثل ما دافع عنه منظروه حين يعترضون على من يتهم حزبهم بالديكتاتورية الداخلية وحاجته لتطبيق مبدأ التناوب على رئاسة الحزب قبل الانتقال إلى المطالبة بالتناوب على رئاسة الجمهورية، ما يعني أن ما يسمى بتجديد الطبقة السياسية الذي رفعه العديدون ربما كان جديرا بالاهتمام للحفاظ على بقاء الحزب. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، نواكشوط. موضوع انسحابات أو الانسحابات المتكررة في هذه الأحزاب موضوعنا في الحدث. نستضيف لكم الصحفي سيد أحمد والبابا مدير موقع زهرة شنقيط الإلكتروني، أهلا بكم. أهلا بك حياك الله. ما أسباب هذه الانسحابات والانشقاقات برأيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتقد كما لاحظ على التقرير الذي أوردته بأن الانسحابات لم تقتصر على تكتل القوى الديمقراطية، في ذلك ظلم للحزب لا يلائمه. الخط هناك انسحابات تمت من حزب التجمع الوطني لإصلاح التنمية والتواصل، انسحابات تمت من التحالف الشعبي التقدمي، انسحابات يعني هي حراك داخل الأحزاب السياسية مع كل موسم انتخابي
صحيح أن تكتل القوى الديمقراطية وهو أحد أعرق الأحزاب السياسية المعارضة شاهدا انسحابات نوعية من أبرزها الرئيس الحزبي ومؤسسه الدكتور محمد محمود اللمات الذي غادر قبل أيام قليلة. نحن نتحدث عفوا نتحدث عن كل الأحزاب بسرعة عن هذا أردت أن أشير إليه حتى لا يكون نعم في بداية التقديم أن أشعرنا أن أغلب الأحزاب شهدت انسحابات لكن يعني بخصوص كذلك التكتل شهد كذلك شهد نوع من هذا ما فقط ما أردت أن أشير إليه لأن القضية قضية تعم مجموعة الأحزاب حتى الأحزاب الحاكمة بعضها انسحب من بعض باتجاه بعض وبعضها انسحب حتى من الأحزاب الحاكمة باتجاه بعض المرشحين هذا نشاهده بشكل يومي. أعتقد أن المسألة تعود لسببين أساسيين. الأول هو في تكوين النخبة السياسية الموريتانية بأنها ظاهرة الانتجاع السياسي هي ظاهرة باتت شبه مألوفة منذ بداية العمل السياسي الديمقراطي. فرضت في البداية أيام تأسيس الدولة الموريتانية بالقهر والقوة كانت هنالك قوى سياسية رفضت حتى الانصياع لأوامر الدولة دخلت في صدام مبكر مع الرئيس ولكن بعد أن دالت الكفة لصالح الرئيس الممسك من زمام الأمور ساعتها بات عناد الدولة بات عناد الأحزاب الحاكمة أمرا صعبا داخل في الثقافة السياسية الموريتانية وتعزز الأمر مع بداية المسار الديمقراطي بقيادة معاوية الاستحمال الطايع. أعتقد أن هذا من جهة. من جهة ثانية فهي أيضا عدم وضوح رؤية داخل هذه الأحزاب. بعض الأحزاب السياسية لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة المعركة السياسية داخل البلد. إذا قطعت تقاطع دون انتباه لما ستؤول إليه الأمور. هي لديها جمهور، لديها ناخبين، لديها قادة يصارعون، لديهم حساباتهم المحلية. بعضهم لا يريد أن يقاطع الانتخابات لأنه لا يريد فلانا أن يتولى منصب العمدة ولا فلان أن يكون نائبا مقاطعة التي ينتمي إليها وهو لديه الأهلية والقدرة على أن يتخذ ذلك. وأعتقد أن حزب التكتل والديمقراطية من أكثر الذين تضرروا من هذا الطرح بالذات. فمجمل الذين انسحبوا عنه سنة 2009 و 2013 هم من لا يريدون أن يخسروا مواقعهم الاجتماعية ومواقعهم السياسية في المقاطعات التي ينتمون إليها لصالح غريم يستقوي بالسلطة. ولذلك لاحظنا أن الذين انسحبوا من تكتل القوى الديمقراطية بعضهم تم توزيره داخل الحكومة التي قادها الرئيس محمد عبد العزيز، بعضهم انتخب عن مراكز كما شاهدنا في بوتلميت، في ركيز، في كلمسين، في عدة مناطق من داخل البلد، وبالتالي هم لا يريدون أن يخسروا مواقعهم وغير مستعدين لمساهمة الحزب في مقاطعته السلبية للانتخابات التشريعية والبلدية. هنالك أيضا من لديه طموح بدخول المنظومة التنفيذية والجهاز التنفيذي ويعتقد أن سياسة الحزب في المرحلة الماضية هي سياسة محاصرة كما قال أحد الذين استقالوا قبل يومين أو ثلاثة أنه يخرج من البوتقة التي حاصر فيها نفسه طيلة 25 سنة. هو في النهاية يمارس عمل سياسي، هو يمارس فعل يريد منه الوصول إلى السلطة أو إحداث تغيير داخل البلد، ولا يعبد المعارضة كمعارضة ولا يريد أن يظل كل مساره السياسي معزولا من تأثير داخل المجتمع. هل برأيكم من خلال 25 من خلال عقدين من الزمن تقريبا 20 سنة ما لم يمكن تحقيقه يمكن أن يحققه الآن بعد خروجه بعد الانسحاب؟ هذا ما يتصوره المنسحبون دائما من الأحزاب السياسية، وقد بعضهم يصادفه الحظ ويحقق أحلامه وبعضهم تكون انتكاسة سياسية. بعض الذين خرجوا من المعارضة السياسية سنة 2009 يبان الأزمة القوية بين الأحزاب السياسية المعارضة أو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية والسلطة استطاعوا أن يأخذوا مواقع متقدمة في هرم السلطة الموريتانية، بل باتهم جزء السلطة الذي يحركها إلى اليوم. وبعضهم فعلا خسر موقعه كطرف معارض ولم تلتقي في السلطة كفاعل فيها، وبالتالي هذه أحلام المنسحبين دائما هم يبنون حساباتهم وفي الغالب تكون خاطئة، لأن أغلب الذين انسحبوا من أحزابهم لا تتلقفهم السلطة بعد صدور بياناتهم أو عقدهم لمؤتمراتهم الصحفية إلا من كانت له حاضرة اجتماعية قوية أو كان سبب انسحابه مرتكز داخل المنظومة الحاكمة هو الذي وعز عليه بالانسحاب وهو الذي سيمهد له الطريقة. صحيح أن هذه الأحزاب المعارضة شهدت يعني انسحابات من خلال بعض أعضاء بارزين. مثلا لو بدأنا بحزب مثلا تكتل القوى الديمقراطية، التكتل هنا ما الذي يدفع بنائب رئيس حزب التكتل محمد محمود والمات من أكبر مؤسسي هذا الحزب والذي مضى رضحا من الزمن، ما الذي يدفعه بالانسحاب إلى في هذه اللحظة بالذات؟ أعتقد أن الخلاف حول القرار الحزب في الانتخابات الرئاسية كان السبب الأبرز، والخلاف حول أيضا تعاون الحزب مع محمد محمود اللمات أيام الانتخابات التشريعية كان القرار الثاني. هنالك خلاف داخل تكتل القوى الديمقراطية، لا أحد يجادل في ذلك. صحيح أن الرجل يعتبر من أبرز قادة الحزب خلال العقدين الماضيين، بل هو أحد الذين أسسوه سنة 2001 بعد حل تكتل بعد اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد بعد الأحداث الشهيرة في موريتانيا بإبان العلاقات مع الكيان الصهيوني. ولكن أعتقد أن محمد محمود اللمات لم يعد يجد نفسه كقائد في هذا الحزب،
هو لا تأثير له في مجريات العمل الانتخابية، مجمل الذين تم ترشيحهم لمناصب بلدية أو جهوية أو انتخابية لم يكن محمد محمود بينهم. هذا أمر مستغرب لرجل بمثله، بمكانته، بسنه، بخبرته، بنضاله. هو لم يجد نفسه حتى من بين الأسماء المطروحة للترشح للانتخابات الرئاسية وعزائي ذلك. هو دون عن ذلك حينما قال بأن حينما اتخذ الحزب قراره بدعم محمد المولود، قال بأن في الحزب من هم أقدر وأنصع تاريخا ويعني للمح بمستوى من الامتعاض من قرار الحزب. اسمح لي بعد ذلك ما نريد أن نفهم ونوضحه الآن المشاهد، يعني كيف يمكن لمؤسس حزب لا يرى نفسه في حزب معين؟ هذا هو من المؤسسين. التطورات التي حدثت بعد 2000 و2001 هي تطورات كثيرة جدا. محمد حمد لما دخل البرلمان، محمد حمد لما كان جزء من المنظمة السياسية الفاعلة خلال الفترة الماضية، لكن في الأخير فقد قدرته على التأثير في قرارات الحزب. وليس محمد حمد وحده، هناك قيادات كبيرة في تكتل القوى الديمقراطية اضطرها هذا المسار إلى الخروج. نتكلم عن أحمد الحمزة رئيس جهة نواكشوط سابقا والمجموعة الحضرية سابقا، نتكلم عن نائب رئيس الحزب عبد الرحمن الميم، نتكلم عن نائب رئيس الحزب محمد حمد الوداد، نتكلم عن شخصيات لو سمحت. أين يكمن الخلل؟ الخلل في الجميع، الخلل في الثقافة السياسية الموريتانية، الخلل في عدم القدرة على إدارة الحياة السياسية الحزبية بشكل سليم، الخلل في عدم وضع الناس في الأماكن التي ينبغي أن يوضعوا فيها حيث هم أو حيث يتصورون أنه ينبغي أن يوضعوا فيها، الخلل في المحيط الذي يحيط بالعملية السياسية. هناك محيط ضاغط سواء كان عن طريق الجيش، عن طريق القبائل، عن طريق الحصار، عن طريق الرموز داخل الأحزاب السياسية المعارضة، كلها أمور تدفع النشطاء الأحزاب السياسية المعارضة إلى الخروج منها، إلى البحث عن متنفس بفعل الحصار الداخلي وبفعل الضغط الخارجي، وهي كلا الأمرين وارد. هل يمكن القول بأن هناك كان هناك احتكار مثلا حول رئاسة هذا الحزب دون من جانب واحد؟ هنا كان الحزب يعني يدار من طرف شخص واحد أو شخصية واحدة دون بقية الشخصية؟ لا أعتقد أن في تكتل القوى الديمقراطية من جد اللي بزعمة الرئيس أحمد الدادة، الجميع متفقون على أن أحمد رمز، أحمد مؤسس، أحمد قائد، أحمد في النهاية شخصية كبيرة في الحزب. صحيح أن الأحزاب السياسية ينبغي أن لا تبنى على الشخص الواحد، أن الأحزاب السياسية أن الرمز يمكن أن يعطي قدوة للآخرين من أجل التصدر والقيادة، ولكن لا أعتقد أن أي انسحاب أي من هؤلاء تم تبريره باحتكار أحمد الدادة القرار. صحيح أن البعض يتحدث عن أبوة وهيمنة، وهذا أمر طبيعي في رجل في سنه، في مكانته، في نضاله، طبيعي جدا أن يتعامل مع الآخرين بمنطق الأبوة لا بمنطق الشريك، ولكن لا أعتقد أن سلوك أحمد الدادة داخل الحزب هو السبب المباشر من انسحابه، لأن لا أحد منهم برر بذلك. الجميع يحترم أحمد الدادة، هم برروا في رسائلهم أو أرسلوا رسائلهم لأحمد يعتذرون فيها عن انسحابهم من الحزب، ويعتبرون أنهم لم يعد بإمكانهم الاستمرار في تكتل القوى الديمقراطية بهذا الشكل. لا يلمحون إلى دارة أحمد للأمور، ولكن ربما المحاطين بالرئيس أحمد الدادة وهم سبب انزعاج البعض، وربما أيضا كما قلت لك العوامل الخارجية لعبت دورها في ذلك، والرؤية حتى لما ينبغي أن يكون عليه الحزب في المرحلة الحالية. في التكتل ليس فقط محمد محمود والمات، بل هناك آخرون أيضا انسحبوا بالإضافة إلى حزب التواصل كذلك. هل يمكن للتذكير فقط عن بعض أسماء بعض القادة انسحبوا من هذا الحزب؟ الحزب التجمع الوطني لصلاح التنمية أعتقد أن أبرز من انسحب منه هو السفير السابق المختار محمد موسى، هو فعلا شخصية كانت سياسية مهمة داخل حزب التجمع الوطني، أحد المؤسسين لمبادرة الإصلاحيين الوسطيين، أحد القادة الحزبيين. صحيح أنه تم تحجيم دوره خلال الفترة الأخيرة، تم إخراجه من المكتب السياسي في آخر دور لمجلس الشورى، ولكن في النهاية لديه رمزية ولديه مكانة داخل الساحة السياسية الإسلامية، لديه تاريخ يحتفظ الإسلاميون به، ورأى أن الفترة القادمة قد تكون أفضل للتعاطي مع السلطة من خارج حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية تواصل. الرجل في النهاية وكان سفير قبل الأزمة السياسية بين الإسلاميين ومعاوية الصلاح من الطائي سنة 2003، لديه أولوياته، لديه نظرته، لم يعد يرى نفسه في النهج الذي يحاول حزب التجمع الوطني لإصلاح التنمية أن يرسمه. الرجل اختار أن يقفز إلى مربع السلطة، طبعا هو غادر، لكن أعتقد أن الاستقالة حزب التجمع كانت محدودة إذا استثنينا بعض الشخصيات مرشحين، وفي الغالب ينتمون إلى النواط الصربة لحزب التجمع الوطني أو الذين أسسوا حزب التجمع الوطني وقادوه خلال الفترات الماضية. بقية أحزاب المعارضة كذلك مثل حزب مثلا حاتم نوعا ما وحزب صوار، لا يمكن الأحزاب السياسية المعارضة يمكن أن تقول بأن الوضع انسحب بأكمله من مربع المعارضة إلى مربع السلطة، اتخذ بذلك قراره، وبالتالي وفر على مجمل أعضائه التفكير في الانشقاق من داخل الحزب حينما قرر أن يرتحل من معسكر المعارضة.
إلى معسكر السلطة، وهو حزب لم تمنع السلطة الترخيص حتى. التحالف الشعبي يمر بمرحلة تقترب من وضعية تكتل الديمقراطية، وإن كانت تكتل الوضعية أفضل. التحالف الشعبي يمر بأزمة حقيقية، هناك أزمة داخل الحزب، هناك أغلب قيادته في الشمال هؤلاء التحقوا بالصف المعارض، لكن من خارج التحالف الشعبي بعض قادته في نواكشوط التحقوا قبل فترة بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، منهم زعيم المعارضة الحالي إبراهيم البكاي، بعض قادته في جورجل والمراكنة الآن في حوارات مع المرشح سيدي محمد البكر، هذا ما استقيته من عدة مصادر. بالتالي التحالف الشعبي يمر بأزمة حقيقية، أعتقد أن أغلب رموزه الذين سيغادرون الحزب لن يذهبوا باتجاه السلطة، هم سيذهبون باتجاه المعارضة، ولكن الرئيس مسعود عبد الخير لا يزال يمسك العصا من الوسط، لم يعلن حتى الآن مساندته للمرشح محمد الغزواني، ولا أعتقد أنه سيعارضه إطلاقا. طيب بالنسبة لهذه الانسحابات، معني شخصيات يعني وازنة لهذه الأحزاب مثلا كمحمد محمود واللمات في تكتل الذي انسحب من تكتل، والمختار والمحمد موسى الذي انسحب من التواصل، ألا يعتبر خسارة بالنسبة لهذه الأحزاب؟ أعتقد أن انسحاب أي فرد مهما كان هو خسارة للحزب الذي ينتمي إليه. صحيح الخسارة تختلف، خروج قائد بحجم محمد محمود اللمات من تكتل القوى الديمقراطية، خروج قائد بحجم مختار محمد موسى المتواصل يختلف مع خروج مناضل عادي من صفوف الحزبين بسيطة. ولكن أعتقد أن هناك حيوية داخل بعض الأحزاب تمكنها من التعويض حتى الذين لم يغادروا، تعويض قياداتها بشكل كامل، وهذا شاهدناه في حزب التجمع الوطني. لم قادة الحزب الآن خارج كل الهياكل تقريبا السياسية الممسكة بإدارة الحزب، هم لم يغادروا باتجاه السلطة، هم مناضلون عادوا إلى مرابعهم الأول كمناضلين عاديين داخل الحزب، وهذه مستوى من الحيوية تمتاز بها بعض الأحزاب ذات الطابع الإيديولوجي حتى ولو لم يقولوا حركة. بينما الأحزاب الأخرى حينما لا يكون القائد في الصف الأمامي، حينما لا يكون القائد في زمام قمرة القيادة، هو في الغالب يبحث عن خيار آخر، سواء كان تأسيس حزب سياسي أو اعتزال الحياة السياسية أو التحاق بطرف سياسي آخر حتى ولو كان من خارج المعسكر الذي كان يعمل فيه. إذن بعد كل هذه الأوقات وهذه يعني الأزمنة وهذه السنوات في النضال في هذه الأحزاب المعارضة وانسحبوا الآن، برأيكم أين يوجهون أو يولون وجوههم؟ الحالة الطبيعية كما قال أحد المدونين قبل فترة، من انسحب من تكتل القوى الديمقراطية من منصب الشخص الثاني في تكتل القوى الديمقراطية لا تبحث عنه في الصف المعارض إطلاقا، يبحث عنه في جانب السلطة حتى ولو يعلنها، وسيتجه إلى السلطة. من انسحب من حزب التجمع الوطني لإصلاح التنمية في هذه الفترة لا تبحث عنه في الطرف المعارض، وفي النهاية سيتوجه إلى السلطة. هذه طبيعة الحياة السياسية في موريتانيا، لأن من استطاع أن يقفز من أحزاب سياسية حيوية وفاعلة داخل الساحة، أحزاب سياسية معارضة حيوية وفاعلة داخل الساحة، ليس من الوارد أن يذهب إلى حزب ثانوي في المعارضة الموريتانية. لماذا كل من انتقل من المعارضة، كل من سحب من المعارضة ينتقل إلى الحزب الحاكم أو حزب الأغلبية وليس العكس؟ ولا يمكن أن نجد من انسحب من الحزب الأغلبية في أغلب الأحيان ينتقل إلى أحزاب المعارضة؟ لا، هناك فئة من ينسحب من الأغلبية وتجه، لكن هذه حالة قليلة. هناك من ينتقل من أحزاب المعارضة باتجاه أحزاب المعارضة، أعطيتك نموذج قيادات حزب الاتحاد الشعبي، وأعتقد أنها تقريبا الظاهرة الوحيدة التي اشتق فيها بعض رموز لأحزاب حزب الاتحاد الشعبي التقدمي، ولكنهم لم يقرروا التوجه إلى السلطة، توجهوا إلى المعارضة، يبحثون عن من يغارب، من يعتقدون انه فعلا هو يشكل مواجهه حقيقيه مع النظام. بقيه الاحزاب مشتقون عنها، في الغالب يتجهون باتجاه السلطه، لان كما قلت لك تعبوا من النضال، باتت لديهم اولويات اخرى، اجواء خارجيه ضاغطه، لم يعد يرون انفسهم في الصف المعارض، وبالتالي هم يبحثون عن موطئ قدم داخل الساحه السياسيه المواليه، او المفترض انها ستكون هي الممسكه بزمام الامور في المرحله القادمه. إذا ألا ترون بأن هؤلاء الذين يناضلون بأنهم من أجل الوطن ومن أجل، أليس هناك مصالح شخصية؟ كل من لم يجد نفسه في مكان ما ينسحب من أجل أن يجد نفسه في المكان الآخر. هذا وذاك، الحياة السياسية في النهاية هي مصلحة عامة ومصلحة شخصية، لا يمكن أن تفصل بين المصلحة الشخصية ما تعتقد أنه مصلحة المجتمع هو في النهاية مصلحتك، وفي تلك اللحظة وما تعتقد أنه مصلحتك، أنت لا يمكن أن تقول مصلحتي كذا لكن مصلحة مش لا، النظرة هي. لكن هؤلاء فعلا ضحوا من أجل مصالح الوطن، من أجل مصالحهم، من أجل حضورهم، من أجل إدارتهم، تحملوا الكثير، لكنهم في لحظة من اللحظات تقديرهم يحيلهم إلى خيار آخر. من كان لديه القدرة أن يتخذ موقفا مناوئا للسلطة، مثلا محمد محمود اللمات دفع فيه من ماله، من وقته، من جسده، من تعذيبه، من نضاله، من حرمانه، لا يستهان عليه أن يتخذ موقف مثلا مساند للسلطة، لأنه فعلا أثبت أنه قادر على اتخاذ قرارات. الأزمة هي أن لا تكون قادر على اتخاذ القرار أصلا، من لا يتخذ قرار لا يمكنه أن يعارض، وإذا ساند لا يعتبر مساندته مساندة حقيقية. أما من لديه القدرة على أن يتخذ موقفا معارض، ما
من لديه القدرة أن يواجه نظاما بحجم نظام معاوية يستحمل الطاية في نورة الموريتاني له استبداده وديكتاتوريته ويقف أمامه؟ هو لديه القدرة فعلا أن يواجه نظام آخر ليقول أنا معك، لأنه في النهاية لديه القدرة على اتخاذ القرار. وأعتقد أن من سحبوا من هذه الأحزاب وفي النهاية أناس طيبون لديهم كانت تفسيرات ماضية دفعتهم إلى اتخاذ المنهج المعارض، فكانوا قدوة، كانوا متصدرين للشأن السياسي، لديهم أولويات اليوم. أقل ما يقال عنهم بأنهم اختاروا في هذه اللحظة أن لا يكونوا في مواجهة السلطة وأن لا يكونوا جزءا مما يحضر له في مواجهة السلطة في الفترة القادمة أو ما يعتقدونهم أنها السلطة في القادمة. بعد انسحابه ولماته هل أعلن اتجاهه رسميا؟ لا، لم يعلن حتى الآن اتجاهه رسميا. هل شبه متضح؟ أعتقد أن محمد حلمات في النهاية سيدعم محمد محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، هذا أمر متوقع، لأن كما قلت لك من خرج من التكتل الديمقراطية لا يتوقع أن يبحث عن طرف سياسي معارض آخر ليلتحق به. هل ترون بأن ولمات ممكن أن يؤسس لنفسه حزبا سياسيا مستقل عن تكتل مثلا في الأيام القادمة أو حتى بعد الاستحقاقات القادمة؟ الرجل لديه تجربة سياسية لا معنى قد غير ذلك، لم يطرح كما قلت لك، لم يتحدث حتى الآن عن مستقبلي. كل ما في الأمر أن محمد لمات أعلن خروجه من تكتل الديمقراطية، قال بأنه لم يعد يرى نفسه بالحزب. الرجل لديه تجربة في تأسيس الأحزاب السياسية، محامي في النهاية ولديه علاقات واسعة، بإمكانه أن يستط إطار سياسي وبإمكانه أن ينتقل إلى أحد الأحزاب السياسية الحاكمة، ولكن أعتقد أن دعمه للنظام إن تم ربما يتم بشكل مستقل عن المنظومة السياسية التي تحكم بها. مع نهاية البرنامج كسؤال أخير، ماذا ما هو رأيكم فيما يتعلق بالاتفاق الجزئي بين المطالب بين المعارض الموريتاني وبين الحكومة في زيادة 5 أعضاء للمستقل الانتخابات؟ لم يتفقوا، لكن اتفاق جزئي حتى لم نقل اتفاق. قلت لك لم يتفقوا، كان هناك عرض تراجعت عن الحكومة، الحكومة أعطت عرضا ب5 أعضاء ثم قالت بأن الموضوع سيطيل الأجال القانونية وربما يؤجل الانتخابات، احتارت عن العرض وقدمت عرض بدلال. إذا لم يتفقوا كيف تصفون زيادة 5 أعضاء من 11 بدلا إلى 16؟ أنا قلت لك لم يتفقوا، هذه معلومات غير دقيقة، المعارضة والأغلبية لم يتفقوا إطلاقا على موضوع المستقبل الانتخابات ولا على تصويت الجيش. الوثيقة التي اطلعت عليها والتي ستصدر نهاية الأسبوع تؤكد أن تصويت الجيش كما كان سابقا بيوم قبل الانتخابات وبأن اللجنة المستقلة للانتخابات ربما لا يطلع عليها جديد. شكرا للتوضيح، لأن هذه كانت أخبار متداولة بين الناس في المواقف التواصل الاجتماعي. شكرا للتوضيح سيد أحمد والبابا مدير موقع زهرة شنقيط الإلكتروني، كنت معنا في الحدث، أشكركم جزيلا وأشكر مالك سي وأبو بكر الصديق وإلى اللقاء.